نظم منتدى سيدات الأعمال الثقافي ندوة حوارية حول قانون حقوق الطفل في الأردن. شارك في الندوة التي أقيمت في جمعية الشابات المسيحيات بعمان وأدارتها معالي ريم أبو حسان، كل من الدكتور محمد مقدادي أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، والأستاذة فداء حمود رئيسة ديوان الرأي والتشريع سابقا، والمحامية لبنى الدواني ناشطة حقوق الإنسان، بحضور عدد من المسؤولين وجمع من الباحثين والمهتمين بشؤون الطفل. وأكد المتحدثون في الندوة أن رعاية الأطفال وحمايتهم هي حماية لحياة المجتمعات وسلامتها، ولكي نحمي أطفالنا فلا بد للقوانين والتشريعات في بلدنا أن تركز على الأبوة والأمومة، إضافة إلى دور الدولة والمدرسة والشارع، وذلك لمنح أطفالنا أسباب السعادة والسلامة والحماية. هذه الندوة اللي دعالها منتدى سيدات عمان الثقافي باستضافة من جمعية الشابات المسيحية، هدفت إلى تعريف السيدات عضوات المنتدى وأيضا المجتمع المحلي بما هو حقيقة قانون حقوق الطفل، وكيف أنه قانون حقوق الطفل هو استثمار في الطفولة في الأردن، ويرتب التزامات على الدولة من أجل ضمان حقوق الأطفال في الصحة، في التعليم، في الرعاية الأسرية، في قضايا المعالجة من الإدمان. فكانت هاي ورشة توعوية للتعريف بأهم ملامح القانون، كيف تم إعداد هذا القانون، كيف مشي بالقنوات الدستورية، والآن نسأل ماذا بعد، ما هي المتطلبات الواجب تطبيقها حتى نضمن تطبيق فاعل لهذا القانون. من خلال دعوة من منتدى سيدات عمان الثقافي عم نتكلم عن موضوع قانون حقوق الطفل الذي صدر مؤخراً، إيجابيات القانون فيما يتعلق بالصحة ونوعية الحياة الصحية، تعليم ومنع التسرب المدرسي، إيجاد أماكن للأطفال. فبعتقد كانت ندوة جيدة وبحضور يعني غفير اللي بيستفسروا عن القانون وعن إيجابياته وقديش ممكن يأثر إيجابا حول الاستثمار بالطفولة في الأردن في المستقبل. هاي الندوة تعتبر من الندوات المهمة لأنها جاءت بعد إقرار مشروع قانون حقوق الطفل، وقبل أن يصبح هذا القانون نافذ حيث نشر في الجريدة الرسمية رح ينفذ في بداية السنة، فبالتالي أعطت صورة للحضور ماذا ورد في هذا القانون، ما الحقوق التي جاء فيها والتي تشكل نقلة نوعية للطفل في المملكة الأردنية الهاشمية، كيف نضمن أن تكون الحقوق الواردة في هذه القانون موجودة على أرض الواقع. فالمهم ليس إقرار مشروع القانون بقدر ما هو بث الحياة في الحقوق الموجودة. تعرضنا للإشكاليات، ماذا يمكن أن نواجه عندما تبدأ آثار هذا القانون بالسريان، دار النقاش على كيف أعد هذا القانون، كيف أنه هو منتج وطني أعد بأيدي أردنية، وكل هدف ومصلحة الطفل في المملكة الأردنية الهاشمية.